بيكم في مركز حواق للمرأة. ده فيديو قصير هنشرح لكم فيه عيادتنا المتقدمة للموجات الصوتية للمرأة والموجودة في 40 شارع المانيا بميدان الرودة القاهرة. بيتميز الريسبشن بتاعنا بالرحابة زي ما انتوا شايفين في الصورة. مركز حوائل للمرأة لصاحبه دكتور وائل البنا، أخصائي النساء والتوليد وأخصائي طب الجنين والباحث بطب الأجنة في إنجلترا. هنا أوضة السونار الرئيسية اللي فيها أحدث أجهزة سونار رباعي الأبعاد وأدوات متقدمة جدا، وكمان في مكان للعيلة بتاعتك عشان ممكن تحضر معاكي السونار وتتفرج على البيبي على شاشات البلازما. نفس الأوضة بنقوم بإجراء سونارات مختلفة سواء في مجال النساء أو في مجال الحمل، منها السونار رباعي الأبعاد واكتشاف العيوب الخلقية للجنين. وبرضو في نفس الأوضة بنقوم بسحب عينات من السائل الأمنيوسي وتحاليل الدم المختلفة الخاصة بتشوهات الجنين. في مركز حوائل للمرأة ممكن أنك تحجزي في أي وقت أنت عاوزاه، وكمان بتتعاملي بعناية وهيتملي بياناتك في الملف الخاص بيكي، وده كله عشان نهتم بيكي انتي والبيبي بتاعك ونوصلكم ان شاء الله لبر الامان. حواق كلينك من اجل بناء صحة افضل. للحجز والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الفيسبوك حواق كلينك او الاتصال بالارقام الاتية 012-770-4111-4 او 010-9444-9563. مشاهدينا في جميع أنحاء وطننا العربي الشقيق 22 قطر من المحيط إلى الخليج، بحييكم وبرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي حواء كلينك. حواء كلينك النهاردة هيطرح موضوع غاية في الأهمية، أتشرف إن أنا أقدمه في صورة توعية لجميع سيدات الوطن العربي بل وجميع سيدات العالم. هنتكلم النهاردة عن موضوع شفته يوميا في العيادة وفي نفس الوقت كمان جميع دكاترة النساء والتوليد بيشوفوه. هناك ممارسات خاطئة هنتعرف عليها النهاردة في هذا الموضوع. موضوعنا النهاردة هو الإفرازات المهبلية. مفيش ست في العالم معانتش من الإفرازات المهبلية، ومفيش زوج في العالم معاناش ان مراته عندها إفرازات مهبلية. دايما الزوج بيجي يشتكي لي من هذا الموضوع، ان احنا واحنا في الكورس العلاجي للزوجة هو مش عارف يعمل معاها جماع، في نفس الوقت هو بيجيله التهابات منها وتنتقل من السيدة إلى زوجها أو من الزوجة إلى زوجها، وده بيأثر على هذا الزوج. في نفس الوقت أحيانا السيدات بتشتكي من الأزواج اللي خصوصا بيكونوا أزواج يعني زي ما بنقول زوج زير النساء أو يجامع عدد من السيدات وفي الآخر يجامع امرأته، أو في نفس الوقت يكون متزوج من أكتر من كذا سيدة فينقل الالتهابات المهبلية أو البكتيريا من زوجة إلى الثانية إلى الثالثة. لذلك هناك آداب عامة وهناك مفاهيم خاطئة كثيرا يجب أن نصححها اليوم في حواء كلينك. أول حاجة عايزين نقولها النهاردة إن حوالي 75% من ستات العالم كلهم جالهم إفرازات مهبلية بكتيرية، منها إفرازات فطرية برضو جات لهم في خلال عمره. 15% من أنواع مختلفة من الإفرازات المهبلية انتقلت من الزوجات إلى الأزواج، ولذلك يكمن خطورة الإفرازات المهبلية والتهابات المهبل في هذه الحلقة. هناك مجموعة من الأشياء اللي لازم نعرفها الأول عن المهبل، ونفرق ما بين الإفرازات الطبيعية والإفرازات الغير طبيعية. يعني كل سيدة بتسمعني النهاردة، كل ست بتسمعني النهاردة لازم تفرق معايا ما بين إفرازات طبيعية وإفرازات غير طبيعية. نمسك الحاجة الأولانية وهو المهبل. المهبل ده عبارة عن قناة عضلية ربنا خلقها. هذه القناة عبارة عن عضلة يعني ملتفة حواليها مجموعة من العضلات، وهذه القناة مبطنة بأغشية شبه أو تماثل أغشية الفم.
في مدخل هذه القناة أو اللي هي المهبل، القناة الطويلة ديت في مدخلها في غدتين، الغدتين دول اسمهم البارثولين، هنلاقيهم قبل غشاء البكارة بشوية. الغدتين دول مسؤولين عن ان هما دايما يطلعوا افرازات ودايما يغسلوا المهبل داخليا. اذا رقم واحد، المهبل بيصنع جواه غدد بتصنع افرازات بتغسل المهبل، طبيعي ربنا خلقها عشان خاطر كده. اتنين، هذا المهبل يقطن فيه او بيعيش فيه مجموعة من البكتيريا الحميدة اللي ربنا خلقها زي البكتيريا اللي موجودة في البق. يعني كل واحد فينا عنده بكتيريا كثيرة موجودة في الفم بيخلي انها بتحلل الاكل اللي احنا بناكله، ودايما بتطلع مادة الى حد ما بتقتل كل هذه بقايا الاكل او البكتيريا الغير طبيعية اللي بتخش لنا من الهواء او من الجو. كذلك المهبل في مجموعة من البكتيريا الطبيعية، منها بكتيريا اسمها الدودر لاين. بكتيريا الطبيعية اللي موجودة في المهبل بتحول مادة اسمها الجلايكوجين. ايه هو الجلايكوجين ده؟ الجلايكوجين ده مادة كل ما بناكل سكريات، مكرونة، نشويات، تتحول وتتحوصل اللي بنسميها زي الدهون، زي ما واحد يروح للدكتور يقول انت عندك شوية دهون على الكبد، بتحول الدهون ديت اللي هي مترسبة في جسمنا الى سكريات، وتحلل هذه السكريات فتحولها الى حمض. حمض زي الليمون وزي الخل بالظبط، المهبل فيه ليمون وخل، طبيعي ربنا خلقه عشان اي بكتيريا غير طبيعية تيجي للست عن طريق الحاجات الكتير اللي احنا هنشرحها النهاردة او الاسباب الكتير تقتلها. ولذلك المهبل لابد انه يحافظ على درجة حرارة حامضية لقتل اي بكتيريا تانية تخش. الحاجة التانية اللي عايز اقولها، الافرازات بتيجي من الغدتين اللي احنا شرحناهم اللي اسمهم غدتين بارثولين اللي جنب غشاء البكارة، وفي مجموعة من الغدد عند عنق الرحم هنشوفها في الفيديوهات معانا النهاردة، هنلاقي في مجموعة من الغدد موجودة في عنق الرحم عشان تنزل نوع من انواع الافرازات. طيب السؤال هنا، ما هي فوائد الافرازات المهبلية الطبيعية؟ فوائد الافرازات المهبلية الطبيعية، رقم واحد عملية التليين. ماذا تعني عملية التليين؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الجماع بين الزوجين في حتة الإيلاج. الإيلاج ما بين أو دخول العضو الذكري إلى مهبل المرأة أو إلى مهبل السيدة عملية قاسية شوية. لذلك الإفرازات المهبلية بتسهل وتساعد كثيرا جدا في أن يحدث هذا الموضوع بسهولة، وفي ذات الوقت يحدث إشباع للرغبة عند الزوج والزوجة. دي الفايدة الأولانية. وتعاني كثيرا من السيدات بعد سن انقطاع الطمس وبعد انقطاع الدورة بأن المهبل بتاعها ناشف، وتيجي الشكوى اللي بيشتكوها في العيادات، أنا المهبل بتاعي بدأ يبقى ناشف جدا وبدأ يبقى فيه تشققات وزوجي مش مستمتع بيه العملية الجنسية. يحدث الكثير من الأخطاء أن بعض الدكاترة بيوصفوا جل، وده خطأ كبير جدا 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 لابد الامتناع عنه. الحاجة الثانية، ربنا خلق هذه الإفرازات المهبلية فيها مواد معينة لزجة بتخلي الحيوانات المنوية الذي يقذفها الزوج تطلع على جدران المواد اللزجة اللي موجودة في الإفرازات المهبلية لحد لما توصل لعنق الرحم، وبعد كده تعوم في الإفرازات بتاعة عنق الرحم وبعد كده تطلع لفوق، وإلا كل الحيوانات المنوية اللي بيقذفها الزوج هتطلع كلها بر، ودي نقطة في منتهى الخطورة. الحاجة التانية، عملية الترطيب. لأن تخيل بق بني آدم ناشف طول اليوم، شيء في منتهى الصعوبة. المهبل عبارة عن قناة، لو ما حصلش فيها ترطيب يحصل فيها تقرحات شديدة جدا جدا. الحاجة الأخيرة، إن في هذه الإفرازات بيحدث مجموعة من ربنا بيطلع مجموعة من الأجسام المناعية أو الـ IgA، حاجة زي الأجسام المناعية أو الـ Antibodies أو المضادات لأي بكتيريا تانية موجودة. ولذلك للإفرازات المهبلية الطبيعية فوائد عدة. عايزين نقول على حاجة مهمة جدا النهاردة، هي الإفرازات المهبلية اللي بتحدث طبيعيا بتحدث للبنات وقت البلوغ. ما هو سببها
أول لما بتحصل وقت سن البلوغ تبدأ تحدث الدورة ويبدأ يحدث الإفرازات المهبلية الطبيعية اللي بنقول لأي بنوتة بتتفرج عليه النهاردة ما تقلقش منها خالص، دي حاجة طبيعية، دي حاجة بتبقى لونها شفافة لزجة وسائلة، شفافة وفيها نسبة لزوجة وبتلاقيها سائلة، يعني ما بتقفش عند منطقة معينة وتبدأ تتجمع، ودي بتحدث وقت الإباضة يعني اليوم ال 14 بداية من اليوم العاشر لليوم ال 16. طبعا الستاندرد عندنا اليوم ال 14 في الدورة حسب دورة كل ست، ده وقت ظهور أو طلوع البويضة. في هذا التوقيت نسبة الاستروجين عند السيدات بتبقى عالية جدا. استروجين يعني هرمون أنثوي يعني إفرازات. مفيش استروجين في انقطاع لسن الدورة أو انقطاع لسن الطمس، ومع ست ما عندهاش دورة إذا ما عندهاش هرمون استروجين بنسب كويسة، إذا ما فيش تبويض، إذا ما فيش إفرازات. يبقى ربنا خلق الإفرازات بتزيد جدا وقت التبويض عشان لما الزوج يجامع زوجته تطلع الحيوانات المنوية بسهولة إلى الرحم. الموضوع الثاني الإفرازات المهبلية المرضية. والإفرازات المهبلية المرضية بتيجي للبنات من أول لما بيتولدوا، من أول لما تتولد ممكن يجي لها إفرازات، وفي هذا التوقيت بتبقى علامة في منتهى الخطورة. يعني إيه بنت عندها 8 سنين وعندها إفرازات؟ ده يحوي معاني كثيرة جدا، من الممكن أن تكون بنفكر ساعتها في حاجات أسوأ كثيرا زي السرطانات أو زي في مشاكل ممكن تكون موجودة في عنق الرحم أو في جسم غريب دخل للبنت الصغيرة في المدرسة وهي بتلعب، أو دودة معينة من الديدان اللي هي الأوكسوريوس، الدودة دي بتنتقل من قناة الشرج إلى المهبل وتخش جوه، وبعد لما بتخش جوه الجسم بيتفاعل معاها بشكل عنيف جدا فيبدأ يطلع مجموعة من الإفرازات الشديدة على اعتبار أنه نفسه يلفظ هذا الجسم الغريب. إذن لو لقينا طفلة عندها إفرازات مهبلية دي علامة في منتهى الخطورة وعلامة مرضية. بعد سن البلوغ إلى سن انقطاع الدورة من الممكن أن دايما لو لقينا أن الإفرازات المهبلية نازلة لونها مش شفاف ومش نازلة بسهولة ويسر وليها ألوان مختلفة، إذن هناك شيء مرضي. هذه الإفرازات من الممكن أنها تكون صفراء أو خضراء، أو ممكن تكون مجبنة أو زي حتة الجبنة، أو ممكن تكون هذه الإفرازات المهبلية لها رائحة كريهة، ودي مشكلة كبيرة بتعاني منها السيدات. طبعا في بعض السيدات في خلال بعد الولادات بيحصل لهم مشكلة كبيرة جدا، ألا وهي أن راس البيبي لما بتنزل المهبل، المهبل ربنا خلقه أنه يقدر يساع، شوف القناة الضيقة دي اللي بيحدث فيها الجماع اللي هي ما بتدخلش أكتر من صباعين، بتفتح لدرجة أن هي تشيل بيبي دماغه، تخرج منه دماغه 10 سنتي. فأحيانا بيحدث نوع من أنواع الانقطاع، بيحصل قطع في المهبل ما بين المهبل والمثانة أو ما بين المهبل والمستقيم أو فتحة الشرج، تطلع منها بكتيريا قذرة جدا تدخل في المهبل اللي هو مفروض يكون طبيعي مفهوش هذه الأنواع من البكتيريا، وتسبب فيما يدعى باسم الناصور، وهذا النصور يؤدي بحتمية إلى يعني نوع من الإفرازات المهبلية المرضية اللي بيبقى لونها أصفر أو أخضر أو بني. النوع الثاني اللي ممكن يكون بيسبب دوت لو سيدة عندها نزيف شديد، وكثرة النزف عند المرأة من الممكن إن النزيف أو الدم بيبقى قاعدي، واللون القاعدي زي ما حضراتكم عارفين أو الشكل القاعدي عكس طبيعة المهبل اللي هي اللي كلها حمض، فده بيؤدي إلى تكوين نوع من أنواع البكتيريا الأخرى. نبدأ واحدة واحدة نمسك نموذج نموذج ونشرح ما هو هذا النموذج بأشكال الالتهابات المهبلية ونقول علاجه إيه والإرشادات بتاعته إيه. رقم واحد النموذج الأول زي ما حضراتكم شايفين، هذا النموذج هو الإفرازات، نموذج واحد، ونموذج اتنين هما عبارة عن إفرازات مهبلية زي ما حضراتكم شايفين طبيعية لونها شفاف
من الممكن يكون لونها شفاف او الى حد ما لون اغمق شويه من اللون الشفاف زي ما حضراتكم شايفين، وده امر طبيعي مش محتاجين ان احنا نعمل فيه اي حاجه خالص. دي حاجات افرازات مهبليه شفافه زي ما حضراتكم شايفين كده، المراه ما بتحسش بيها، بتكسر وقت التبويض وبتنتهي في اخر الدوره. نخش على النموذج الثاني، يعني لو عند النموذج الاولاني والثاني لو في اي مشكله عند السيدات او نزل منهم هذا النوع من الافراز ما تقلقش، مفيش اي حاجه خالص ومش محتاجين نعمل اي حاجه خالص وما تجيش للدكتور. نخش على النموذج الثالث والنموذج الرابع، هذان النموذجين في غايه في الخطوره لان دول ما بيعتبروش اشياء طبيعيه، دول بيبقوا بكتيريا في منتهى الخطوره اسمها الكلاميديا. الكلاميديا دي لا هي بكتيريا ولا هي فيروس. الكلاميديا اللي هي لون زي لون الدم ديت بتبقى نازله مع الدم، وهنا لون البني الغامق ده بكتيريا اسمها الكلاميديا. ما هي بكتيريا الكلاميديا؟ اولا لما جم درسوا هذا الموضوع قوي لقوا ان هي لا هي بكتيريا قوي ولا هي فيروس. هذا الكائن او الجرثومه التي تهاجم المهبل بتؤدي الى نشاط كبير جدا وقتل في الخلايا، والخلايا لما بتتقتل بتطلع نوع من انواع البليروبين او زي الحاجه اللي هي الصفرة او اللي بنسميها الصفرة، وبتخلي لون الافرازات المهبليه بيتغير الى اللون البني الغامق او لون الدم زي ما حضراتكم شفتوا في النموذجين دول. البكتيريا دي بتطلع وتصعد زي ما هنشوف في الفيديو بتاعنا النهارده الى داخل الرحم وتطلع الى الانابيب وتسبب العقم. هذه البكتيريا تسبب العقم. اذا كل سيده بتتفرج عليا النهارده بيجي لها افرازات مهبليه بنيه اللون وغامقه او لون الدم، لابد انها تعرف ان دي علامه مهمه جدا. مش مطلوب من حضرتك تتصلي بصاحبتك، مش مطلوب من حضرتك انك تتصلي باي واحده ست مجربه وتاخدي اي لبوس مهبلي او تاخدي اي ادويه وصفها لك الصيدلي، لا، لان دي علامه خطيره. هذه البكتيريا مش هتروح زي ما انت متخيله بشويه ادويه وبعد كده او حد يديك اي مضادات حيويه، لازم مضاد حيوي مخصوص لهذا النوع من البكتيريا حتى يقتلها تماما، ونتابع بعد ذلك مع حضرتك، لان هذه البكتيريا لما بتطلع فوق بتؤدي الى التهاب في الانابيب وتؤدي الى التهاب في عنق الرحم، تلاقي حضرتك بيبقى عندك الم شديد جدا مع الجماع، وفي نفس الوقت عندك مشكله في الخلفه وبتتخلفه بتاعتك بتتاخر، والحيوانات المنويه بتاعت الزوج عند حضرتك بتهاجم وتقتل وما تقدرش ان هي تطلع لفوق، ودي مشكله سيدات كثيره جدا. اذا علامه في منتهى التفاهه ولكنها في منتهى الخطوره ان حضرتك تلجئي فيها الى الطبيب. تقدري تسالي عندنا في حوائج كلينيك، تتصلي بينا في اي وقت على ارقام المركز والاسيستنس او المساعدين هيبلغوا حضرتك ايه اللي ممكن تاخديه وتعملي فيه ايه. ننتقل الى النموذج الاخر وهو نموذج رقم 5 و6. النموذجين دول لون اصفر غامق زي ما حضراتكم شايفين ولون اخضر غامق. البكتيريا دي قلت شويه، ما عدناش بنشوفها زي الاول كثير، يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا اهي في غمقان فيها اللون الاخضر وهنا اللون الاصفر الغامق، وطبعا بيبقى نوعه تقيل شويه، وهذا النوع من الافرازات ما بقيناش بنشوفه. ده بكتيريا السيلان او فيما يدعى طبيا باسم الجونوريا، نايسيريا جونوريا. النوع دوت من انواع الافرازات المهبليه ما بقيناش نشوفه كتير قوي لانه بدا دوره ينتهى. السيلان مرض ينقل جنسيا، كان دائما وابدا يرى في السيدات يعني اللي عندهم اكتر من زوج او يعني اكتر من رجل بيجمعوه في حياتهم، يعني اتجوزت وطلقت، اتجوزت وطلقت، اتجوزت وطلقت، او سيده اتجوزت وطلقت كتير، او السيدات اللي عندهم يعني نوع معين من الاشياء الغير اخلاقيه. ولذلك هذا النوع من الانواع اللي هو السيلان بدا يقل تماما وما بقيناش نشوفه كثيرا، ولكنه ينقل من السيدات الى الرجال وينقل من الرجال الى السيدات، وده نوع من انواع السكشوال ترانسميتد ديزيز او البكتيريا التي تنقل عن طريق الجماع من الرجل الى المراه. هنخش في النموذج اللي بعده، النموذج هنا 7 و8 زي ما حضراتكم شايفين، هيفرقوا عن السيلان في الاتي، ان حضراتكم شايفين هنا الافراز اكتر يعني اصفر فاتح، لونه اصفر فاتح غير افراز السيلان،
وهنا أخضر فاتح، واللون الأخضر الفاتح دوت والأصفر الفاتح بيعنوا لنا بكتيريا هامة جدا، وهي ليست بكتيريا بالمعنى الدقيق، هي طفيل. هذا الطفيل اسمه تراكيمونس فاجينالس. ده عبارة عن طفيل، يعني زي دودة، يعني زي الأميبا. ده كائن ليه دبوس أو زي يعني زائدة من تحت، هو على شكل كمثرى وليه دبوس وليه أربع شعيرات بيتحرك بيهم في المهبل فوق دماغه، في أربع شعيرات بيتحرك بيهم فوق دماغه وتحت ليه دبوس. لذلك هذا النوع من أنواع الإفرازات بيسبب شيء في منتهى الخطورة، وهو الهرش أو الحكة. حينما تشعر السيدات بالحكة الشديدة، وهذا الطفيل ينقل من الرجل إلى المرأة وينقل من المرأة إلى الرجل، تلاقي الزوج بعديها جاي العيادة وبيشتكي من أن عنده نوع من أنواع الهرش أو الحكة الشديدة بعد الجماع. وفي نفس التوقيت هذه السيدة بتعاني من نوع، كل ما الطفيل ده بيتحرك الدبوس بتاعه بيغمز في جلد المهبل وبيطلع كمان إلى عنق الرحم، ويسبب علامة في عنق الرحم. لما بنبص على عنق الرحم لهذه السيدة بنجد شيء في منتهى الخطورة، نلاقي عنق الرحم بيدينا علامة اسمها strawberry sign أو علامة الفراولة. تلاقي عنق الرحم اللحم بتاعه كله حبب وبقى كله حبيبات وبقى شبه زي قطعة الفراولة. وهذا النوع من أنواع الفيروسات غاية في، هذا النوع في من أنواع الطفيلات غاية في الخطورة، ولذلك يجب أن احنا ننتبه ليه. علاجه ما بيكونش مضادات حيوية، عشان حركة ترفع سماعة التليفون تكلمي واحدة صاحبتك هتقولي لها أنا عندي الإفرازات المهبلية لكن جات لك أنت في دورتك اللي فاتت، ممكن تقولي لي أستخدم إيه، أو ممكن تقولي لي الدكتور كان كتب لك إيه. لأ، دي غير دي. ومش معنى أن واحدة عندها التهاب مهبلي أخدت ليه علاج أنها توقف العلاج. لازم توقف العلاج باستشارة الطبيب، لأن أول ما البكتيريا بتاخد المضاد الحيوي أو نوع من أنواع المضادات الطفيلات اللي احنا بنديها، بمجرد لما احنا بندي هذه المادة الفعالة والست تقول الحمد لله أنا بقيت كويسة تقوم وقف العلاج من دماغها، بنفاجئ بمصيبة كبيرة جدا أن البكتيريا تعرفت على العلاج اللي احنا اديناه وخدت مناعة ضده. نيجي نديها تاني علاج تقول لنا لا أنا شكرا أنا خلاص اتعودت على المضاد الحيوي بتاعك ده، أو اتعودت على اللبوس المهبلي دوت، ومش يعني مش ناوي أن أنا أتعالج، خلاص مش هموت، نضطر ندي جرعات أقوى. ولذلك المهم جدا في هذه النقطة اللي أنا عايز أقولها، إن الست اللي عندها هذا الالتهاب اللي هو الأصفر أو الأخضر الفاتح اللي هو تراكيمونس، مش من يعني من الغباء الشديد إن احنا نديها مضاد حيوي، لابد إن احنا نديها مضاد للطفيليات زي بالظبط اللي عندها التهاب معوي. هذه هي النقطة الخطيرة والتي تحتاج إلى ذكاء في التعامل مع المريضة. ننتقل إلى النموذج الأخير وهو الأشهر على الإطلاق. النموذج ده بنشوف فيه إفرازات مهبلية مجبنة زي الجبنة بالظبط، وهذه الإفرازات المهبلية برضو بيبقى معاها هرش، وهذا الإفراز المهبلي ده نوع من أنواع لا هو طفيل ولا بكتيريا، ده فطر. فطر يعني إيه فطر؟ يعني زي اللي بيطلع على العيش، فطر زي اللي بيطلع على العيش، بس الفطر ده اسمه كانديدا. فطر الكانديدا يهاجم 75% من سيدات العالم، وعند كل السيدات، وبيعيش جوه المهبل بس عايش طبيعي، عايش طبيعي جدا. طب نحكي الحدوتة، طب ليه فطر عايش طبيعي وموجود عندنا يسبب لي التهاب يوصل بيه المنظر اللي احنا شفناه ده؟ انا اقول لحضرتك، الفطر ده حاجة في منتهى الضعف، في منتهى الضعف، عايش جوه بقي وجوه بق حضرتك، عايش في الأعضاء التناسلية عندي وعند حضرتك، ولكنه مرة واحدة يبدأ يهاجمك ويعمل عليك بطل لما مناعتك تقل. ولذلك بنجد هذه الفطريات في بق المرضى في العناية المركزة، وبنجد هذه الفطريات في بق المرضى اللي بياخدوا كورتيزون، وكذلك في مهبل السيدات اللي بتاخد علاج كورتيزون أو علاج كورتيزوني لفترة طويلة، أو عندها مرض نقص المناعة اللي هو الـ HIV أو الإيدز، أو عندها أمراض مناعية، أو سيدة في العناية المركزة وبدأت الأجسام المناعية اللي موجودة في جسمها تقل. كذلك السيدات والرجال الذين يعانون من مرض السكري، السكر.
ست عندها السكر والست ديت ما بتاخدش الادويه بتاعتها كويس، هي عارفاني وسمعاني، هي اكتر ست في الدنيا هيجي لها افرازات مهبليه من هذا النوع اللي هو الفطر، لان الفطر الضعيف ده اول ما الاقي الجسم ده خلاص ضعف يتكالب عليه ويعمل عليه بطل ويقول له خلاص انا بقيت حاجه غريبه عن جسمك، مع ان زمان انت بتموته في ثواني او هو عايش جواك وما بيعملكش اي اثر، لكن الفطر يتكالب على الانسان لما يكون مناعته قليله، لما بيكون بياخد كورتيزونات لانها بتقلل المناعه، لما بيكون بياخد ادويه مناعيه، لما يكون السيده بتاخد سكر او عندها سكر والسكر بيقلل المناعه، ولذلك ننتبه الى هذه النقطه. نقطه خطيره احنا كدكاتره اللي بنعملها للعيانين نسبب لهم فطريات، ايه هي؟ العيانين اللي بياخدوا مضادات حيويه كثيره، في سيدات تروح للدكاتره فيقوم اول حاجه يعملها يقوم مديها على طول مضاد حيوي ومضاد حيوي تاني وينوع لها ويشكل لها في انواع المضادات الحيويه. طبعا الفطريات اول لما تلاقي ان الوسط بقى في منتهى اللطف بالنسبه لها كده وان انت حضرتك قضيت لها على كل البكتيريا اللي كانت بتسبب الوسط الحمضي، الفطريات تبدا تطلع. النوع الاخير، تعالوا نشوف النوع الاخير. النوع الاخير هو ده بقى، ده في منتهى الخطوره. هنا رقم واحد رائحه كريهه تشبه رائحة السمك، رائحة كريهة تشبه رائحة السمك، وهو لونه رمادي وفي نفس الوقت في ثك يعني أو لزوجته عالية جدا ويزداد جدا بعد الجماع. يعني حضراتكم تلاقوا هذا النوع من أنواع الإفراز اللي ريحته شبه السمك، ريحة كريهة، وده دايما بنسأل على ثلاث حاجات لما نيجي نسأل أي ست على الإفرازات، هل في حكة؟ في هرش؟ آه. طب اللون ايه؟ ده رمادي. طيب بيحصل انت بعد الجماع على طول يا دكتور، لدرجه انا ببقى فاكره ان دوت السائل المنوي بينزل مني، فانا خايفه ان انا اكون ما بخلفش عشان السائل المنوي بينزل مني. لا، اللي بينزل من حضرتك ده نوع من انواع الافرازات البكتيريه الحاده. النوع ده كوكتيل، كوكتيل من البكتيريا، بكتيريات مختلفه، والنوع دوت شهير جدا لما الست تسيب نفسها مرة واثنين وثلاثة يجي لها التهابات بكتيرية حادة في المهبل وإفرازات مهبلية غير طبيعية، وحضرتها بتسكت عليها ومن غير لما تروح للدكتور ومن غير لما بتسأل، فمرة باثنين بثلاثة تاخد لها مضاد خمس أيام وتوقف، وتاخد لها لبوس مهبلي يومين وتوقف وإلى آخره، يحدث في الآخر أن يكون عندنا مجموعة من الإفرازات المهبلية اللي بتكون في الآخر هذا الشكل اللي هو اللون الرمادي. بعد ما تعرفنا على كل أشكال الإفرازات المهبلية هنتكلم الحلقة القادمة إن شاء الله عن إزاي نقي نفسنا من الإفرازات المهبلية، وهنتكلم عن ايه اللي ممكن تسببه وايه العمليات اللي ممكن نلجأ ليها ونشوفها في الحوض نتيجة هذه الافرازات المهبلية وازاي بتسبب العقم عندنا. لأي استفسار حضراتكم تقدروا تتابعونا على حواءكلينك.com او تتابعونا على صفحة حواء كلينك على الفيسبوك، او على الاقل تقدروا تتصلوا بعيادة حواء كلينك، هنستقبل اتصالاتكم كل يوم من الساعة 6 الى الساعة 10 مساء في العيادة. شكرا، منكم وإليكم دكتور وائل البنا. أهلا بكم في مركز حواء للمرأة، ده فيديو قصير هنشرح لكم فيه عيادتنا المتقدمة للموجات الصوتية للمرأة والموجودة في 40 شارع المانيا بمدينة الرودة القاهرة. بيتميز الريسبشن بتاعنا بالرحابة زي ما انتوا شايفين في الصورة، مركز حواء للمرأة لصاحبه دكتور وائل البنا أخصائي النساء والتوليد وأخصائي طب الجنين والباحث بطب الأجنة في إنجلترا. هنا أوضة السونار الرئيسية اللي فيها أحدث أجهزة سونار رباعي الأبعاد وأدوات متقدمة جدا، وكمان في مكان للعيلة بتاعتك عشان ممكن تحضر معاكي السونار وتتفرج على البيبي على شاشات البلازما. نفس الأوضة بنقوم بإجراء سونارات مختلفة سواء في مجال النساء أو في مجال الحمل، منها السونار رباعي الأبعاد واكتشاف العيوب الخلقية للجنين، وبرضو في نفس الأوضة بنقوم بسحب عينات من السائل الأمنيوسي
وتحاليل الدم المختلفة الخاصة بتشوهات الجنين. في مركز حواء للمرأة ممكن انك تحجزي في اي وقت انت عاوزاه، وكمان بتتعاملي بعناية وهيتملي بياناتك في الملف الخاص بيكي، وده كله عشان نهتم بيكي انت والبيبي بتاعك ونوصلكم ان شاء الله لبر الامان. حواء كلينك.